11 شهرا ولم يهدأ الحراك التصعيدي الذي يطالب بالحكم المدني ومحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين، فحراك هذا الشهر أطلق عليه هب سبتمبر لإحياء ذكرى ثورة سبتمبر التي انطلقت في العام 2013. دماء الشهداء لن تذهب هدرا، ودماء الشهداء وأرواحهم تناديكم بأن الثورة مستمرة. الانتقال الديمقراطي حيكون من الشارع وإلى الشارع، غير كده ما في حل. الشارع هو الفيصل، الشارع هو اللي حيرجع لنا الانتقال الديمقراطي، الشارع هو اللي حينتقل بينا لانتخابات حرة نزيهة. جداول تصعيدية للتظاهر ما بين مظاهرات مركزية وأخرى لا مركزية، تأكيدا لاستمرار الثورة التي تعمل على توحيد صفوفها ومواثيقها وصولا لميثاق موحد بحسب تنسيقيات لجان الخرطوم. كي نحقق مطالبنا نرفع شعاراتنا اللي هي السلمية وتحقيق المطالب عامة، مطالبنا المارقلاء الشعبي في الشارع دي من أهم المطالب، وحق الشهداء أولا لو فضل عن أي مطالب تانية. نحن بعد ننتج جميع مواثيق لجان المقاومة بتكون مطروحة للكتلة السياسية وللأجسام المطلبية والمهنية للتوغيع، ويكون هي رؤية موحدة بتمثل لجان مقاومة السودان. ووفقا للمتظاهرين أن أي مبادرة أو رؤية للحل لا تستصحب مطالب الثورة وإنهاء ما جرى في 25 من أكتوبر الماضي وما ترتب عليه فهي مرفوضة ولا تعنيهم في شيء. في ظل تعقيدات سياسية شائكة تم الدفع بعدد من المبادرات والمقترحات لحل الأزمة، إلا أنها بحاجة إلى نقاط التقاء وفقا لكثيرين، فيما يرى هؤلاء أن مواصلة التصعيد بكافة الوسائل السلمية هو السبيل الأمثل لاستعادة مسار الانتقال وتحقيق أهداف الثورة. طارق بابكر، قناة الغد، الخرطوم.